احنا في حسب اطوال الموجات، ففي عندنا اليو في اي اللي هو طول الموجه بيكون اقل من 400 315 الى 400 نانومتر. هاي الاشعه تخترق بعمق البشره وتؤدي الى اسمرار البشره، ما معناها صبغه الجلد اللي هي الميلانين بتزداد كميتها وبتتكون من الالتايروزين اللي هو عباره عن حمض اميني. اذا الالتايروزين عبر السلسله من التحولات بتحول الى ميلانين، والتفاعل الاخير طبعا بيتم تحت تاثير الاشعه، يعني فوتوكيميكال رياكشن. ايضا في عندنا اليو في بي، اليو في بي طول الموجه بيكون اقصر بين 280 الى 315 نانومتر، فهذه الاشعه يعني بيكون معظمها بيتم ترشيحها من قبل الجو، يعني ما بتوصل بشكل كلي لل الكرة الأرضية. وبهذه الحالة إذا وصلت بتنعكس بواسطة الجلد، ولكن التعرض لفترة طويلة لهذا النوع من الأشعة يعني يؤدي إلى ضرر للأشعة للجلد عفوا، ويؤدي إلى احمرار الجلد، وممكن إذا لفترة طويلة جدا ممكن يؤدي إلى حروق من الدرجة الثانية حتى أو حتى للسرطان. فإذا الماكسيمم ريثيرمال إفكت أوف سانلاين أوكرز إن ذيس ريجون أت 308 نانومتر. إذا هذا يعني الامتصاص الأكبر بتم اليو في اي على 380 نانومتر. اليو في بي إذا أيضا تؤثر على الأنسجة الرابطة اللي بتتكون من كولاجين وإلاستين، وتؤدي إلى الهرم المبكر للخلايا. ايضا هذه الاشعه لها فوائدها انها تؤدي الى تكوين الفيتامين دي، وتساعد في الوظائف الدفاعيه للجلد. لا تنسوا انه الجلد هو جزء من جهاز المناعه، لأنه جهاز المناعة في عنا ثلاث أنواع من أجهزة المناعة، اللي هو البارير إيميونيتي سيستم، وفي عنا اللي هو الإنر إيميونيتي سيستم، النت إيميونيتي سيستم اللي هو جهاز المناعة الموجود في الدم الخلايا البيضاء، وفي عنا الأدابتيف إيميونيتي سيستم اللي هو جهاز المناعة اللي قادر على التكيف اللي هي الجهاز اللمفاوي. الآن البشرة إذن أو الجلد هو حاجز يمنع دخول البكتيريا والأخير، وبهمنا إذن يكون قوي. فلذلك إذن نتيجة التعرض للشمس هذا يزيد من قوة الجلد عن طريق زيادة الإسمرار، زيادة كمية الميلانين، وأيضا زيادة سمك الإبيديرمس كيراتينوس أوتر لاير اللي هي زيادة سمك الطبقة الخارجية. إذن هذا بالنسبة لليو في بي. الآن اليو في سي طول الموجة بيكون قصير جدا بين 180 ل 280 نانومتر، فإذا هذه الأشعة يعني ضررها كبير جدا، وخاصة على المادة الوراثية للخلايا اللي هي الدي ان اي، ولحسن الحظ بأنه بيتم امتصاصها من طبقة الأوزون الموجودة بالستراتوسفير. الآن بدنا نتحدث عن المواد اللي نستخدمها للوقاية من أشعة الشمس. إذن sun protection factor معامل الحماية من أشعة الشمس، هذا المعامل اللي بنقيس فيه مدى فعالية واقي الشمس. الآن بالنسبة للتحضيرات المواد الواقية للشمس sunscreen preparation ممكن تكون water oil emulsion، إذا مستحلب
تكون من ماء وزيت، وممكن تكون على شكل لوشن أو كريم. تحدثنا عن تعريفات هذه في بداية المادة. إذن الواقي الشمس ممكن بأشكال مختلفة، إمالشن، لوشن أو كريم. والهدف من استخدام واقي الشمس اللي هو حماية الجلد من الضرر اللي بتعرض له نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء القريبة near IR. الأشعة فوق البنفسجية تحدثنا عنها. طيب الأشعة فوق، الأشعة تحت الحمراء، ما تأثيرها على الجلد؟ ما تأثيرها الأشعة تحت الحمراء؟ الأشعة تحت الحمراء تؤدي إلى توليد إيش؟ الحرارة، إذا بتتذكروا. إذن الأشعة تحت الحمراء حرارية. نعم. إذن بنحمي أنفسنا وبنحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء من إنها يعني تخترق الجلد وتؤدي إلى الضرر. لكن وقواق الشمس يؤدي إلى تسهيل في عملية اسمرار الجلد وزيادة كمية الميلانين. هلأ الآن ما هي الشروط في أي مادة حتى تستخدم كواقي للشمس اللي هو السانسكرين ايجنت؟ السانسكرين ايجنت ضروري جدا إنه يمتص الأشعة فوق البنفسجية، ولغير هيك ما لا يفيد. إذن يجب أن يمتص الأشعة فوق البنفسجية اللي هي الـ UVA or UVB. الـ UVC معظمها طبعاً بتوقف من طبقة الأوزون. إذن واقي الشمس بيمتص الأشعة UVA والـ UVB، وأيضاً يرتبط بالجذور الحرة الأكسجين، لأنه نتيجة التعرض للأشعة الأكسجين الموجود بالهواء ممكن يتكون عندنا جذور حرة، وهذه الجذور الحرة يعني بتكون ضارة. الأكسجين راديكال، الأكسجين على شكل جذور حرة، أو ممكن تكون على شكل سينجلت أكسجين. سينجلت أكسجين اللي هو الأكسجين المنشط، اللي هي المالتيبليسيتي، يعني نتيجة التعرض للأشعة الأكسجين ممكن ينتقل من الحالة ذات الطاقة الأدنى من الجراوند ستيت لإكسايتد ستيت نتيجة الانفيرجن للإلكترون الخارجي الموجود بفلك الباي ستار. فعلى كل، إذن واقي الشمس بيحمينا من هذا، إذن بحمينا من الأشعة فوق البنفسجية سواء كانت UVA أو UVB، وبحمينا من الأكسجين الضار على شكل جذور حرة وسينجلت أكسجين. الآن المركبات العضوية اللي بتحتوي على Extended Pi System، يعني إلكترونات باي وبتكون إيش الروابط المزدوجة مقترنة بين بعضها البعض، وبهذه الحالة تحتوي أيضا على Oxidizable Functional Groups، مجموعات وظيفية قابلة للتأكسد مثل الـ OH والـ NH2. إذن يمكن إيش استخدامها كواقي شمس. إذن واقي الشمس مهم جدا إنه يحتوي على إلكترونات باي وروابط مقترنة Conjugated System. الآن the effectiveness of a sunscreen product is known as SPF. وممكن يعني لما تشتروا الواقي الشمس من الصيدلية على كل منتج بكون مكتوب كم الـ SPF. الآن فعالية واقي الشمس يمكن أن يقاس بالـ SPF اللي هو sunscreen protection factor اللي هو معامل الحماية لواقي الشمس. إذن هذا الـ SPF compare the tanning of a protected area of skin in comparison with the unprotected area when exposed to light similarly. إذن هنا هذا الـ SPF بقارن بين إذا كان الجلد تعرض للأشعة ويكون يعني بعملية حماية أو من دون حماية. يعني من نهاية الـ SPF هو بقيس فعالية واقي الشمس المستخدم. The following sunscreen agents have the capability
of pi pi star و n pi star transitions. نعرف إحنا إنه المركبات العضوية اللي بتحتوي على روابط مزدوجة مقترنة إلكترونات باي نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية فبصير في عنا transitions electronic transitions اللي هي باي باي ستار وN باي ستار. طب لو سألت الN باي ستار ما هو الN باي ستار؟ ما المقصود بالN باي ستار؟ transition. هذا يجاوب؟ ما المقصود بالN باي transition؟ ما معنى N؟ ما هي N؟ نعم؟ ما حدا بيعرف؟ N اللي هي غير مسموح الانتقال؟ لا، N اللي هي عدد الإلكترونات غير المزدوجة. N اللي هي عدد الإلكترونات غير شو اسمه غير الإلكترونات غير الرابطة non bonding lone pairs موجودة مثلا على النيتروجين موجودة على الأكسجين. الأكسجين في زوجين من الإلكترونات غير الرابطة مثلا المجموعة الكربونيل في عنا الباي باي ستار الإلكترونات باي بتتعرض لترانزيشن نتيجة تعرض الأشعة فوق البنفسجية باي باي ستار الإلكترونات باي بتنتقل من الفلك باي للفلك باي ستار اللي هو أعلى وأيضا أزواج الإلكترونات غير الرابطة اللي هي موجودة على الأكسجين ممكن تكون موجودة على النيتروجين أيضا بيصير في عنا N باي ستار إذا تنتقل من N لباي ستار فلذلك إذا نوعين من الترانزيشن بتتعرض له هذه المواد وبالتالي بتمتص الأشعة فوق البنفسجية لأنه امتصاص الأشعة من قبل المادة يؤدي إلى transitions الأشعة فوق البنفسجية تؤدي إلى electronic transitions pi pi star و n pi star إذن هذه أمثلة على sunscreen product واقل الشمس الأوكتيل ميثوكسي سيناميت سيناميت اللي هو حلقة بنزين CH رابطة مزدوجة CH CO دبل بوند OH اللي هو بيطلع لنا سيناميك أسيد فلذلك إذن سيناميت هاي المجموعة اللي هي R إذن ما هي المجموعة الوظيفية هنا؟ ما هي المجموعة الوظيفية؟ هاي اللي أنا ما أشر عليها إستر. نعم إستر إستر بالضبط إذن في عنا مجموعة إستر إذن طب ما هو ما هي الكروموفورز الموجودة في هذا المركب سي دبل بوند أو في سي دبل بوند أو ونعم فقط وفي الأو لا الكروموفور في سي دبل بوند سي بالضبط إذن في عنا سي دبل بوند سي وسي دبل بوند أو في عنا إذن 1 2 3 4 4 روابط مزدوجة سي دبل بوند سي ومع رابطة سي دبل بوند او إذن في عنا نظام اقتران conjugation system إذن هذا conjugated system فإذن بيصير في عنا transitions pi pi star و n pi star بكل سهولة نتيجة التعرض لأشعة الشمس الأشعة فوق البنفسجية إذن هذا يستخدم كسانسكرين برودكت في عنا الأفو بنزون الأفو بنزون نفس الشيء هنا لكن في عنا كم ما هي المجموعة الوظيفية هنا ما هي المجموعة الوظيفية داي كيتون نعم كيتون إذن داي كيتون 1-3 داي كيتون أو بيتا داي كيتون إذن في عنا مجموعتين كيتون وطبعا حلقات بنزين هي مهمة جدا فلذلك إذن هذا أيضا بيمتص الأشعة فوق البنفسجية هنا بيصير في عنا UV absorption وأيضا ذائب في الماء هاي المركبات يعني قليلة الذوبان في الماء يعني ممكن تكون ذائبة بس قليلة الذوبان بتلاحظوا في عنا يعني hydrophobic part لكن هنا في عنا مجموعة الكربوكسيل فبتجعل إنه المركب ذائب في الماء بالإضافة لمجموعة الأمين إذا هذا عبارة عن UV absorption water soluble ذائب في الماء أيضا في عنا conjugation طيب ما هو الكروموفور بهذه الحالة ما
هو الكروموفور موجود في نعم سيدر البندقية سيدر البندقية نعم وغيره وسيدر البندقية سي وسيدة بالبوند سي نعم وسيدة بالبوند سي وأيضا NH2 ممكن يكون عندنا NPI star اللي هو H بتكون أوكسوكروم فلذلك إذن هذا أيضا sunscreen product هذا بيمتص UVA absorption إذن بيمتص طول موجة يعني أطول شوي oil soluble ذائب في الزيوت إذن هنا مجموعة فينول إيثر كيتون فلذلك إذن هاي أنواع أمثلة على sunscreen product الآن formulation of commercial sun block cream الآن الخلطة عملية الخلطة أنتوا أنا أعطيتكم أنا أمثلة كثير على preparation formulation formulation أعطيتكم إياها مثلاً للperfumes للdetergents للشامبو إذن أيضاً بالنسبة للsunscreen product في عنا المادة الفعالة اللي هي المادة اللي بتمتص الأشعة فوق البنفسجية ولكن في عنا مواد تضاف إلها مثلاً formulation of commercial sun block cream كريم بكون أوكتيل ميثوكسي سيناميت 7% إذن هاي المادة الفعالة هي اللي بتمتص الأشعة أيوه هذا المركب بالإضافة إلى أوكتيل ساليسيليت 5% بنزوفينون البنزوفينون عبارة عن داي في حدا بيعرف ما هو البنزوفينون ما هو البنزوفينون البنزوفينون هو عبارة عن كيتون أيوه هنا لا عفوا وين موجود هنا اذا هي سي دبل بوند او وحلقه بنزين من هون وحلقه بنزين من هون بنزوفينون لو كان سي اتش 3 بصير اسيتوفينون اذا بس حلقتين اذا بصير عندنا بنزوفينون فالبنزوفينون في عندنا كونجوجيتد سيستم وبيمتص الاشعه فوق البنفسجيه اذا هي البنزوفينون 3% افو بنزون 2% اذا ايضا السان سكرين برودكت بيحتوي ايضا على ماده مرطبه ما هي المواد المرطبه مثل ايش مثل الجليسرين الجليسرين و الجلايكول الجلايكول اللي هو مجموعتين كحول CH2H CH2H لانه المواد المرطبه بتحتوي على مجموعه OH يعني ترتبط بالماء فبتكون مرطبة بالإضافة إلى اليوريا أو كبريتات المغنيسيوم بتكون هيدروتروبيك في عندنا تيتانيوم أوكسايد وزنك أوكسايد دايميثيكون سيليكون أويل بارافينيوم بي واكس أويل أند واكس إلى آخره بالإضافة إلى مواد أخرى نعم فلذان إذن هذه الخلطة المواد الأساسية اللي ذكرناها بالأول هاي هي لأن إذن هذه الخلطة formulation of tanning gel إذن هنا تحدثنا عن الكريم هلا راح تشوفوا الفرق بين الكريم والجل فلذلك إذن بالنسبة للformulation of tanning gel الجل اللي يؤدي إلى الإسمرار الأكتيف ingredient may contain tyrosine ما هو التايروزين؟ ما هو التايروزين؟ تحدثنا عنه نعم؟ لا تايروزين الآن تحدثنا عنه اللي هو عبارة عن أمينو أسيد التايروزين أمينو أسيد هو اللي بعطي مثلا الميلانين وإله طبعا وظائف أخرى إذا ممكن يحتوي على التايروزين فلذلك إذا بيكون في هيدروجيل بتكون من صوديوم بولي أكريليت وتراي إيثانولامين بولي أكريليت طيب إذا artificial tanning إذا هنا يعني هاي المواد تستخدم أكثر للإسمرار عشان تزيد كمية الميلانين
الان these tanning preparation are used for darker complex shade without exposure to sunlight. اذا هاي المواد بتساعد في تكوين الميلانين، فلذلك بصير بزيد عمليه اسمرار الجلد. اذا هذا يمكن انجازه باستخدام الكريم او اللوشن او الباودر مسحوق، فبيحتوي على دارك تينتينج كيميكلز، اذا صبغات مثل النفتوكينون. النفتوكينون تحدثنا عنه، النفتوكينون كينون يعني معناته حلقه سداسيه فيها مجموعتين كيتون، سي دبل بوند او سي دبل بوند او، فلذلك نفتوكينون واندول كينون. طبعا هاي بيكون فيها كونجوجيتد سيستم، وممكن مستخلص الحنه ايضا الى اخره. فهذا طبعا بزيد بكميه الميلانين الموجوده بالجلد. اذا هنا بصير عندنا عمليه ارتفيشال تانينج، يعني عمليه استمرار ولكن بطريقه صناعيه، ويمكن استخدام الهيدروكسي كيتونز، الهيدروكسي الديهايدز، داي كربونيل كومباوندز تحتوي على مجموعتين كربونيل. فاذا هاي المركبات بتتفاعل از ريدوسينج شوجرز، يعني مواد يعني مختزله مع الاحماض الامينيه للبشره، وتكون الماده السوداء اللي هي نون از ميلانويد، يعني ماده تشبه الميلانين، سيمي ميلانين. هنا عمليه استمرار صناعي. فهذه resulting melanoid becomes part of the skin structure and is not removed with washing but slowly disintegrated to colorless. اذا يعني مش الميلانين، بتكون شيء يشبه الميلانين وماده صناعيه وما بتروح لما يغسل الواحد، لكن مع الوقت انتم عارفين الجلد بتجدد، فلذلك بترد تروح هذه الماده. فممكن نستخدم هنا الداي هيدروكسي اسيتون. الان فورميليشن اوف اويل ووتر لوشن، اذا مثل ما حكينا اذا ممكن يكون السان سكرين برودكت على شكل كريم جل او لوشن. الان اللوشن بماذا يتميز اللوشن؟ بماذا يتميز اللوشن عن الباقي؟ انه بيحتوي على نسبة أعلى من الماء. بتلاحظوا كم نسبة الماء هنا؟ 60%. نعم، إذا معناته اللوشن بيكون على شكل سائل. إذا بيحتوي على 60% ماء، بيحتوي على ايسوبروبيل بالميتات، بارافين أويل، بروبيلين جلايكول، مواد حافظة إلى آخره. فلذلك إذا هذا. طيب. الآن دي بيجمنتيشن، إذا مثل ما حكينا إذا ممكن نستخدم مواد بتزيد في عملية الاسمرار وبتكون عنا صبغة صناعية، لكن العكس أيضا ممكن مواد نستخدمها لعملية الدي بيجمنتيشن، يعني إزالة الصبغة، إزالة صبغة الجلد. إذا this type of preparation are intended to bleach the skin. إذا معناته بنعمل عملية تبييض للجلد، to a lighter shade or hide the spots of concentrated melanin in the skin. أنتوا عارفين أحيانا بتكون عنا زي رؤوس سمراء، هاي رؤوس سمراء يعني بتحتوي على ميلانين، فلذلك إذا ممكن التخلص منها باستخدام هاي التحضيرات اللي هي عوامل يعني مبيضة، مبيضة للجلد. طيب الان the active ingredient for skin depigmentation rely on the action of either reducing، اذا معناته هنا بتصير في عمليه عامل مختزل اختزال، وعامل مختزل مثل الهيدروكينون. الهيدروكينون انتم عارفين في عندنا تفاعل تاكسد واختزال، الهيدروكينون كينون. الهيدروكينون بيحتوي على او اتش على شكل فينول، بتحول لكينون يعني بتاكسد. إذا بتحول بتكون عندنا مجموعة كيتون، إذا reducing agent الهيدروكينون. أيضا الأسكوربيك أسيد، الأسكوربيك أسيد اللي هو الفيتامين سي أو الإستر، الريزورسين
الريزورسين عبارة عن مجموعة حلقة بنزين تحتوي على مجموعات OH، إذا كلياتها هاي عوامل مختزلة، الصوديوم سلفايت، صوديوم هيدروجين سلفايت، إذا كل هذه المواد هي عوامل مختزلة وتستخدم في عملية تبييض الجلد. أيضا يمكن استخدام عوامل مؤكسدة، عوامل مؤكسدة مثل H2O2، يعني مثلا في عملية صباغة الجلد قبل ما عفوا للشعر، لما نصبغ الشعر إذا أول شيء ممكن نعمل عملية تبييض للشعر لإزالة الصبغة، فممكن نستخدم عامل مؤكسد بهذه الحالة مثل الهيدروجين بيروكسيد. وأيضا ممكن نستخدم محاليل كحولية مائية، لوشن أو كريم، إذ بفرض ما المقصود بالبفر، بفر سوليوشن محلول يقاوم التغيرات الصغيرة. نعم. في قيمة البي اتش، نعم، عند إضافة حمض أو قاعدة، يعني البي اتش ثابت، إذا هاي المحاليل يضاف لها يعني بفر سوليوشن على المحافظة على بي اتش ثابت، فالبي اتش بيكون بتراوح بين 4 أو 6 بالعشرة. في بعض التحضيرات يمكن استخدام عوامل معقدة كومبلكسينج ايجنت مثل ايديتا، ايثيلين ديامين تترا اسيتيك اسيد والسايتريك اسيد. السايتريك اسيد وين موجود؟ السايتريك اسيد الليمون، بالليمون، صحيح، اذا بالليمون. الآن formulation of facial depigmentation lotion، إذا ممكن نستخدم اللوشن لإزالة الصبغة، بيحتوي على 1% PEGA بروبيلين جلايكول اللي هو فوسفو إيثيلين غليسيرالديهايد، 2 إيثيل هيكسيل ساليسيليت 2% UV فلتر بمتص الأشعة فوق البنفسجية، وأيضا السيوغلايسين، إذن اللي هو الجليسيرين ولكن بدل ما يحتوي على أكسجين بيحتوي على كبريت، الهيدروكينون تحدثنا عنه ريديوسينج إيجنت، صوديوم سلفايت والصوديوم صوديوم هيدروجين سلفايد وصوديوم سلفايد ايضا، اذا بيحتوي 2% ريديوسينج ايجنت، سايتريت، الومنيوم سايتريت، ايثانول وماء. نعم. فلذلك اذا ممكن استخدام اذا في عندنا اذا عده مواد استخدمناها اللي هي سان سكرين برودكت، واقي الشمس، ممكن نستخدم مواد تعمل pigmentation تزيد بالصبغة الجلد، وممكن نعمل مواد نستخدمها لdepigmentation. لأن بدنا نتحدث عن antiperspirants and deodorants اللي هو مزيل للرائحة، لأن بنعرف إحنا إنه البشرة في عنا الإبيديرمس وفي عنا الديرمس. الديرمس اللي هي الطبقة اللي تحت الإبيديرمس، الطبقة الداخلية، فهذه الطبقة تحتوي على غدد عرقية سويت جلاندز، فهي الغدد العرقية بتفرز العرق للمحافظة على درجة حرارة ثابتة للجسم، موزعة طبعا داخل الجسم، فلذلك إذا رائحة الجسم يعني بتظهر نتيجة يعني انتعاش البكتيريا، لأنه الجسم لما يفرز عرق فهي الرطوبة بتشجع البكتيريا أنها تتكاثر بأكثر فبتظهر الرائحة. فلذلك إذا في عندنا مواد تستغل الاستخدام لإزالة هذه الرائحة. طبعا الديودرانت يعني ما بينظف، بس فقط بغطي على الرائحة الكريهة اللي بتظهر من العرق. طيب الآن فمثلا الايزوفيلريك أسيد primary source of body odor، إذا هذا مركب دهني، هذا ممكن تبحثوا عن تركيبه الكيميائي ايسوفاليريك اسيد، تبحثوا عن تركيبه بالنت،
إذا مادة دهنية بيفرزها الجسم، إذا هنا عبارة عن حمض دهني. وأيضا الجسم إذا بيظهر له رائحة. في عنا أيضا شيء مرتبط بالهرمونات الجنسية، لأن المواد المضادة للرائحة بهذه الحالة limit perspiration، بتعطل بعملية التعرق وبتغطي على رائحة العرق. ومثال على ذلك اللي هو الألمنيوم and zirconium salts and complexes، إذن أملاح الألمنيوم والزيركونيوم والمعقدات، فهي فعالة وبتكون مضادة للعرق. مثلاً هاي الألمنيوم هيدروكسي كلورايد، هون بنستخدم هنا بفر سوليوشن البي اتش 4 على 5، ما بيجوز طبعاً يكون البي اتش يعني منخفض جداً ولا إنه مرتفع جداً، فقريب يعني من 4.5 4.5. الآن في عنا الألمنيوم كلورو هيدروكسي أسيتات أيضا بتتراوح بين 8 و 8.5، وده هنا قاعدي إذا بتلاحظوا. وأيضا في عنا الألمنيوم هيدروكسي كلورايد مع البروبيلين. دكتور هون لازم أحفظ كل واحدة شو البيئات تبعها؟ لا 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 لا، هاي مش للحفظ، يعني على بعض على شكل أمثلة، يعني لو حفظت لك مثال أو مثالين مش بالضرورة تحفظوهم بصم. فيعني إذا سألت أنا ممكن أسأل يعني كمثال، أذكر مثال على كذا، أو أنا أعطيك المركب وأقول لك لماذا يستخدم بهذا الشكل. أما أنك تحفظ بصم كل هذه المركبات، لا، غير مطلوب. طيب، غير مطلوب أنك تحفظ كل هذه المركبات. أما لو عرفت لك مركب أو مركبين، أو لما تشوف المركب تتذكر ما هو استخدامه، هذا أكثر شيء. أما أنا ما راح أستخدم يعني إنه تبصم بصم تحفظ كل كلمة موجودة بالمادة. تمام مشكلة. إذا في عنا هنا الألمنيوم هيدروكسيكلورايد أيضا. فالآن اللي مثير للعرق إذا طبعا هنا يعطي رائحة طيبة وبغطي على رائحة العرق. هذا هو الهدف من استخدام الديودرانت. فإذا الأودر ماسكر بغطي الرائحة. إذا هذا يستخدم دقيقة. إذا هذا يستخدم إذا بغطي الرائحة. وفي عنا أيضا في عنا أودر أبزوربر، إذا في عنا أودر ماسكر، ممكن الديودرانت بغطي الرائحة، ممكن إنه بيمتص الرائحة، فمثل الزنك سالت أوف ريسينولويك أسيد، إذا هذا المركب. في عنا أيضا أنتي أوكسيدانس مضاد للتأكسد، مانع للتأكسد، فالبادي أودر is partially due to oxidation of apocrine sweet by air. إذا الرائحة ممكن تكون نتيجة تأكسد المادة العرقية، فبالتالي بتظهر الرائحة أنتي أوكسيدنت. وأيضا مثل ما حكينا نتيجة أيضا تكاثر البكتيريا، فلذلك إذا ممكن يكون ديودورانت أنتي بكتيريال إيجنت، إذا قاتل للبكتيريا. فهذه المواد تضاف لضبط تكاثر البكتيريا. بتعرفوا أن البكتيريا بتتكاثر بسرعة كبيرة جدا وموجودة على الجلد، فيجب يعني تحديد هذا التكاثر والحد منه. فيمكن استخدام مثلا الترايلوكسان. ترايلوكسان سبق وأعطيتكم، يعني ترايلوكسان هو عبارة عن أنتي بكتيريال إيجنت، إذا بتذكروا استخدمناه بالسابق. وأيضا كلورو أروماتيك كومباوندز، المركبات اللي بتحتوي على كلور أيضا هي مركبات مضادة للبكتيريا. أيضا ممكن يكون إنزيم إنهيبيتر. ما معنى إنزيم إنهيبيتر؟ ما معنى انزيم انهيبيتر؟ مثبط للانزيمات، يعني بالضبط
إذا مطبط للإنزيمات. أنتوا عارفين الإنزيمات هي عبارة عن biological catalysts، حفازات بيولوجية تزيد من سرعة التفاعل، وآلية عملها إنها بترتبط مع السبستريت بمنطقة يعني specific يعني مخصصة. فلذلك إذا ممكن نستخدم مواد ترتبط مع الإنزيم وتمنعه من العمل، فلذلك بتوقف التفاعل. فالإنهيبيتر في عندنا طبعا عدة طرق من الإنهيبيشن، يعني أهمها مثلا الكومبيتيتيف إنهيبيشن، عملية التصبيط التنافسي. فلذلك إذا المثبط بيرتبط مع الإنزيم بطريقة تنافسية وبمنع ارتباط السبستريت مع الإنزيم، وبالتالي السبستريت ما بتحول. والإنزيم إنهيبيتر ممكن الأدوية، بعض الأدوية بتعمل بهذه الطريقة، إذا بتمنع عمل إنزيم معين. فإذا هنا الإنزيم إنزيم إنهيبيتر، إذا هذه المواد بتثبط عمل الإنزيم، ترتبط بالأكتيف سايت موقع الفعال للإنزيم وبتمنع عمله. فلذلك إذن هذا الإنزيم اللي هو المسؤول عن تحلل العرق، فلما يتحلل العرق بتأكسد وبتظهر رائحة، فهذا الإنزيم بمنع تحلل العرق. ومثال على ذلك اللايبيز، ما هو اللايبيز؟ ما هو اللايبيز؟ لايبيز درسناه، ما هو اللايبيز؟ لايبيز اصلا من اسمه، لانه اخر مقطع فيه ايز، ايز معناته انزيم لايبيز. فاللايبيز هو الانزيم الذي يكسر الرابطه الاستريه في ثلاثي الجليسيريدات في الترايجليسيرايد. فلذلك اذا اللايبيز فروم سويت ترايسيل سايتريت بتتحول لسايتريك أسيد، إذن بكسر الرابطة الإستريه، إذن معناته بنعمل بلوك للإنزيم.